العمليه مش ان احنا مذاكر، واللي كان بيكتب وفاكر ان انا هبقى رد فعل متأس وتعلم جيدا ان هناك من يستاهل ان يتم ارتفاع الرد. وكل بني ادم بيخدم النهارده هو هدفه انه بكره الرد يرتفع ولن يرتفع. ولن اسمح باي ممارسات خطر. مضرب خاص مشتري اهلا بيه واوديله الرز يضرب. تاجر محترم معاه سجل تجاري اهلا بيه. اللي بيشتغل بالليل وبنقل الرز ويخزنه بيخزنه لكم وهتاخدوه من غير قيمه. بيخزنه لمين؟ لنا كلنا. واي ممارسه تجاريه خطا لن اسمح بيه.